أولاً وقبل أي حاجة مبروك للزمالك برغم ضعف الترجي، لكن بالتأكيد يستحق لعيبة الزمالك الإشادة على الشخصية القوية اللي خلتهم يعدوا الهدف المبكر اللي سجله الترجي واللي خلتهم يخرجوا المباراة زي ما هم عايزين بنتيجة 1-0 اللي أهلت الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وبالتأكيد اللي يستحق الإشادة الأكبر هو باتريس كارترون على الخطة الممتازة اللي ابتدى بيها مباراة الترجي برغم الهدف المبكر اللي دخل في الزمالك بسبب ضغط خاطئ على لعيبة الترجي، أدى في النهاية إن الفريق يوصل على حدود منطقة جزاء الزمالك ويستغل المساحة دي قدام طارق حامد وقبل ما حد تاني يقفلها وبخطأ محمود علاء اللي أدت لضربة الجزاء، لكن رد فعل الزمالك كان أكتر من ممتاز. عمل إيه باتريس كارترون؟ زق لعيبة الزمالك بالكامل لوسط الملعب. اللي حصل إن لما خط الدفاع بتاع الزمالك اتزق بالمنظر ده خلى لعيبة الترجي بالتالي ترجع بالكامل لنصف الملعب. الترجي هو كمان كان بيلعب بدفاع عالي، فتحولت المباراة كلها لخناقة في المنطقة دي من أرض الملعب. كل المساحات دي فاضية واللعيبة كلها هنا بتتخانق مع بعض في أرض الملعب على كل لمسة في المباراة. اللي حصل إن لعيبة الزمالك والأول مرة من فترة طويلة أشوفهم بيكسبوا معظم الالتحامات. كل الكرات اللي كانت تحت فرجاني ساسي، تحت رجل فرجاني ساسي، يا إما كان بيطلع بيها يا إما كان بياخد منها فاول. نفس الموضوع بالنسبة لطارق حامد، نفس الموضوع بالنسبة لأشرف بن شرقي. كل لاعب في الزمالك كان قادر إن هو يحافظ على الكرة تحت رجله، يمكن باستثناء بسيط لأوباما. كل لاعب من لعيبة الزمالك كان قادر إن هو يحافظ على الشيب بتاع الفريق بالمنظر ده. بالتالي الترجي تقريبا ملقاش حلول، حاول وترى ينزل وسط الملعب. هنا كان في ذكاء كبير جدا من باتريس كارترون في انه يدي تعليمات للونش او محمود علاء في انه يطير وراه، والونش كان سوبر في ان هو يمنع وطارة من انه يستلم الكوره. وطارة حاول يتحرك على الجناحات لقى مع الونش، حاول يتحرك على الجناح التاني لقى مع محمود علاء، حاول ينزل ارض الملعب للعمق لقى طارق حامد. فكانت النتيجه ان اللاعب اللي بيحاول يدور اللعب لفريق الترجي كان متعطل تماما ومفتاح لعب عطلان في ارض الملعب. النقطة التانية كانت ان حتى حمدو الهوني بالكرات الطولية اللي كانوا بيحاولوا يلعبوها كان بيصطدم بان زيزو من وقت كبير للتاني كان بيسيب الضغط على الخصم وبيرتد عشان يساعد حازم امام، فيدي حازم امام الاريحية دي. فحازم امام لما يقف في العمق بيدي للقلب الدفاع اللي جنبه الحرية في ان هو يطير مع حمدو الهوني، لان المنطقة مقفولة، لان اي حد هيحاول يعمل الزيادة العددية مش هيلاقي مساحة بسبب وجودك في المكان المناسب ليك. فاللي حصل ان الشوط الاول اتحول لساحة معركة كبيرة. بالمناسبة الترجي كمان ما كانش خصم سهل قوي، لان احنا بنتكلم على خصم منظم لعب الزمالك مرتين، وبالتالي عارف كويس ان اهم سلاح عند الزمالك في الهجوم هو مصطفى محمد والكرات الطولية، وكان مصطفى محمد سلاح ميت. الترجي حاول عن طريق قلبين الدفاع يراقب مصطفى محمد بامتياز، يسلمه في كل مرة للعبة الوسط إن لزم الأمر، وبالتالي مصطفى محمد تقريبا ما قدرش ينزل كرة لأوباما. اللينك اللي بين مصطفى محمد وأوباما كان مفصول تماما. في نفس الوقت أشرف بن شرقي كان محفوظ من المباراتين اللي فاتوا، فالباك اليمين ما كانش زي كل مرة طاير وسايب المساحة فاضية لأشرف بن شرقي. المساحة دي كانت المساحة المفضلة لأشرف بن شرقي في مباراة السوبر وفي مباراة الذهاب في دوري أبطال أفريقيا، لكن في مباراة الإياب المساحة دي ما كانتش موجودة. فزي ما الزمالك أو زي ما الترجي ما كانش عنده حلول هجومية، الزمالك كمان ما كانش عنده حلول هجومية طول الشوط الأول. جه الشوط الثاني وابتدى الترجي يتوتر اكتر، ابتدى الترجي يحاول يعمل حيل اكتر، ابتدى حمدو الهوني يسيب مكانه في الجناح اليمين ويخش العمق عشان يدور اللعب مع وطارة. هنا اضطر دفاع الزمالك انه يرجع دفاع منخفض مرة تانية، واضطر طارق حامد وفرجاني ساسي انهم يرجعوا بالمنظر ده، واضطر اشرف بن شرقي وزيزو انهم يعملوا الزون ديفنس بالشكل اللي يمكن ما كانش مطلوب قوي، لكن الشكل ده ادى الزمالك امان. خلى حمدو الهوني قدر يعمل شبه فرصه لما دخل العمق واخد فاول خطير على حدود منطقه الجزاء، لكن ما عملش منه اي خطوره، وكانت الفرصه الوحيده اللي موجوده عند حمدو الهوني من مهاره فرديه من خطا واحد في دفاع الزمالك لما استلم الكوره، وهنا يستحق بالتاكيد الاشاده ابو جبل هو كمان. وده اللي حصل لحد الدقيقه 75. من الدقيقه 75 ابتدت الطاقه عند مصطفى محمد تقع تماما، وبالتالي ابتدى الزمالك ما يحطش اي ضغط على فريق الترجي. ف
ابتدى الترجي المفروض انه يبقى عنده فرصة انه يهاجم. الفكرة بقى ان الترجي من كتر التوتر اللي هو فيه ومن كتر الصعوبات اللي هو حاسس بيها في ارض الملعب، لاعب الترجي كان بتبقى معاه كورة بدل ما يدور اللعب على زمايله اللي فاضيين اللي ممكن يستلموا الكورة وينقلوا بعض لحد ما يهددوا مرمى الزمالك، فعليا كانوا بيلعبوا كرات طولية مباشرة جدا، سهل جدا على الزمالك بمساحاته الضيقة دي انه يمنعها. كل كرة طولية كان بيلعبها الترجي كانت كرة بلا اي قيمة، وهنا يرتاح الزمالك. هنا بقى بنيجي لنقطة مهمة جدا، الناس اللي بتقول ان الزمالك مقدمش ماتش كبير وان الزمالك كسب لان الترجي وحش. الترجي وحش، بس الزمالك كمان هو كان السبب في ان الترجي يبان وحش. النقطة التانية اللي انا ممكن اتفق فيها شوية، ان الزمالك كان ممكن يهاجم الترجي ويسجل، لكن ليه الزمالك ما هاجمش الترجي ويسجل؟ باتريس كارترون بعد المباراة قال ان السبب الرئيسي ما كانش انا قلت للعيبة تعمل هجمات مرتدة افضل من كده، لكن انا اعتقد ان انا لو حطيت نفسي مكان اللعيبة، اللعيبة حاسة بامان بالمنظر ده، بتلعب بدفاع متكتل مش بتعمل هجمات مرتدة لكن لازم ناخد في الحسابات نقطتين. النقطة الاولانية ان قائمة الزمالك مش كبيرة، ما حصلش تدوير في الثلاث مباريات، ووسطيهم كمان المباراة الرابعة كانت مباراة الاهلي في السوبر، ما حصلش تدوير في القائمة. انت بتستخدم تقريبا نفس اللعيبة في معظم الدقائق، فبالتأكيد اللعيبة حاسة بارهاق. النقطة التانية، ما انا مطمن كده، ما انا بدافع والترجي مش عارف يقرب من منطقة الجزاء ومش عارف يقرب من المرمى عندي، ايه اللي يخليني اغامر واخد الريسك؟ انا كنت اتمنى ان اللعيبة تغامر وتاخد الريسك لان كان اقرب ان هم يسجلوا الهدف التعادل عن ان الترجي يسجل الهدف التاني، لكن بالتأكيد اللعيبة في الضغوط دي بالمنظر ده في المباراة دي ما حسوش ان الهجوم هو اللي ممكن يضيف للزمالك، بل بالعكس ربما يؤثر على حظوظ الزمالك في الخروج من المباراة بالنتيجة المرجوة، وقد تحقق للاعبي الزمالك ما ارادوا، وبالتالي بالتأكيد يستحقوا التحية، يستحقوا الاشادة على سوبر افريقيا، السوبر المحلي بعد كده، التأهل على حساب الترجي من ملعبه بنتيجة ممتازة وبمباراة تفتح الطريق امام الفريق للاستمرار في المنافسة في دوري أبطال أفريقيا، وهي المنافسة الأهم بالتأكيد عند جماهير الزمالك.